اخر بقى الادعاءات الاخوانيه اللي هنتكلم عنها النهارده وبننفرد بيها يعني وبالصور وهنشوفها دلوقتي قدام حضراتكم. عمر ابراهيم الديب. عمر ابراهيم الديب اللي طلعوا بعد كده بعد ما تمت تصفيته والتعامل معاه ادعوا ان هو سلمي وان هو اعزل. عمر كان واحد من عناصر الخلية الإرهابية الثمانية اللي تم تصفيتها في أرض اللواء، والكلام ده تم من حوالي شهرين بعد مواجهات مع قوات الأمن. المهم بعد الإعلان عن اسمه على طول طلعت القنوات الإخوانية اللي طبعا حضرتكم عارفينها واللي بتبث من تركيا وقناة الجزيرة ومواقعهم بتنعي عمر وتعتبره واحد من الضحايا الأبرياء، وادعت كمان أنه كان نازل في أجازة للقاهرة بس عشان يشوف أهله لأنه عايش في ماليزيا مع أسرته، لكن وده وفقا لادعاءاتهم الداخليه قتلته هو اعزل. في برضو اللي صدق هذه الروايه وفي اللي تعاطف وانخدع، لكن الحقيقه كانت على عكس الكلام ده تماما. عمر ما كانش في زياره الاهل ولا حاجه. عمر كان في زياره لتنظيم انصار بيت المقدس، طبعا زياره ما هياش بريئه بالمره. انضم ليهم بتعليمات من والده القيادي الإخواني المقيم في ماليزيا علشان وفقا لإدعاءاتهم برضو يواجه جيش وشرطة وسلطة الانقلاب زي ما دايما طبعا بيدعوا بيقولوا. عمر اللي الإخوان بيقولوا عنه الرياضي وواحد من المشاركين بالعديد من التظاهرات في ماليزيا، وكان معاه كتير من شباب الجماعة اللي بيدرسوا هناك في الجامعات الماليزية. احنا مش ده مش كلامنا ولا بندعي ولا بنتكلم من فراغ، لكن كل ده بالصور. صورته مع يوسف القرضاوي، صورته مع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية المرشدين الموجود واللي فات. صور ما هياش جديدة، لكن الجديد بقى صورة عمر اللي بنكشف عنها النهاردة، وأنه كان واحد من عناصر أنصار بيت المقدس وكان عضو في خلية إرهابية، ولا كان سلمي ولا حاجة، وما كانش جاي في زيارة، كان جاي في مهمة إرهابية. صورته مع اتنين من عناصر بيت المقدس وهو شايل السلاح وزي ما بيقول كده بيستعد للجهاد، وطبعا اللي بيحصل لنا القتل والإرهاب.